أتينا لنهديكم، أتيناكم لنهديكم أزاهرا وريحانا أريج فاح من عبق، يزيد القلب سلوانا، يهز الوجد من طرب، ويهدي النفس إيمانا. بداية رحلة جميلة بعنوان سعادة الآخرة مع شيخ قريب من القلوب، حبيب إلى النفوس، حفظه الله تعالى ورعاه، وقد أتى حاملا إلينا نفحات إيمانية عن السعادة الأخروية. نسأل الله أن يجزيه بالسعادتين في الدنيا والآخرة، ويجعل عمله هذا في ميزان حسناته. فليتفضل الشيخ الحبيب طلال الفاخر مشكورا. الآخرة. طيب إذا كانت هناك هو يقول يا ريت أنا قدمت لحياتي الآخر، عين اللي كان في الدنيا شنو اللي كان يسوي في الدنيا؟ إذا كانت تبيك هو يقول عن حياتي الدنيا هذه شو تطلع؟ دار عمل. اعلموا أن من حياة الدنيا لاعب ولهو. يلعبون الناس في الضحى، يلعبون يشتغلون، بس الشغل بالنسبة للآخر لعب. الدنيا كلها لعب، وين الحياة الصح؟ وين الدار الآخرة؟ لا هي الحيوان. احنا ما نريد نتكلم عن اللعب، خلونا ننتقل حق الحياة الصحيحة. ناخذكم في لحظة مع بعض. من أول ما تبدأ هذه الحياة، حياة الحقيقية اتفقنا عليها واللعبة، متى تبدأ الحياة الحقيقية؟ قبل شوي. من أول ما ولدت؟ الموت معناته انتهت حياتك هذه، توقف اللعبة، الحين استقبل الحياة. نبي نشوف قصة رحلة الإنسان من أول ما تبدأ حياته إلى النهاية. لكن اللي راح ناخذه حياة المؤمن رحلة سعادة. خلينا نشوف هذا العبد اللي الله سبحانه وتعالى يحبه ماذا يحدث له من أول ما يبدأ حياة الموت إلى أن يدخل الجنة. وفي كل محطة، في كل مرحلة من هذه المراحل نتكلم عنها وكيف نسعد فيها. كل مكان له شيء خاص. نقول سلام